تصنيف. الحكم علي كرم احتسب ركلة جزاء مع بداية شوط المباراة الأول للفعيل بعد سقوط محمد نعيم في المنطقة المحرمة، واستطاع الغاني سومانابي تسجيلها في المرمى. رد اليرموك على هدف الفعيل بالتسديد، كرة وسام الإدريسي احتضنها خالد العجاجي، وتسديدة عدي الدباغ ذهبت فوق المرمى لينتهي شوط المباراة الأول بهدف يتيم. في شوط المباراة الثاني استطاع الفيحيل عن طريق محترفه أرون من تعزيز التقدم، وأضاف ثاني أهداف كتيبة الوطني ظاهر العدواني. اليرموك الذي يقوده الصربي دراغان لم يظهر بالصورة المطلوبة ولم يشكل خطورة على مرمى العجاجي. تسديدة وسام الإدريسي أيضا فوق المرمى لتنتهي المواجهة بفوز دون عناء للفيحيل بهدفين دون رد.